حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود لكم. شبه الوقت جرائم الاختطاف تزداد، بعضها سياسي. يخططون الصحفية أفراح شوقي أنا مدنيا أحبط كل قبل الميليشيات المسلحة شمالية شرقية. ليش جرائم الاغتيال تزداد؟ من وراء عمليات الخطف اللي صارت ببغداد كلها 99% من عدها اللي قاموا بها رجاله المالكي. أي والله بعض محسوب على جهات معينة، بس هالجهات على أسنها تابعوا أعضاءهم. أليس من الممكن أن يكون لهم خطمة على الغار؟ أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. نريد أن نتحدث في هذه الحلقة حول ارتفاع نسب أو تصاعد مستوى العنف المجتمعي والجرائم في مناطق جنوب العراق والعاصمة بغداد، وعودة أكثر من 60% من مقاتلي الحشد الشعبي إلى منازلهم مع أسلحتهم طبعا الشخصية بعد انتهاء القتال المباشر مع تنظيم داعش. بدء الجيش بتولي ملف إدارة أمن المدن المحررة مع الشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب الأكثر كفاءة كما تشير الحكومة بين أجهزة القوات المسلحة. ما زال نحو 45 ألف عنصر من ميليشيات الحشد الشعبي يتواجدون في مناطق حدودية مع سوريا على امتداد 550 كيلومتر، وكذلك في مناطق صحراء الأنبار وجزيرة الموصل والمناطق المتنازع عليها مع الأكراد، فضلا عن 6 مدن ترفض الانسحاب منها وقد تم استعادتها قبل أكثر من 3 سنوات. أبرزها معروف هذه المناطق هي جرف الصخر وبيجي ويثرب. التقارير الأمنية تشير الصادرة عن وزارة الداخلية وكذلك وثائق ومحاضر رسمية تشير إلى ارتفاع معدلات الجريمة والعنف في مناطق جنوب العراق إلى 3 أضعاف خلال شهر ديسمبر كانون الأول الماضي. الشرطة تتهم أفرادا من الحشد الشعبي بالوقوف وراء أكثر من نصف هذه الجرائم. تتصدر طبعا محافظات ميسان والبصرة وبغداد وبابل وذي قار أعلى معدل العنف غير المصنف ضمن الإرهاب بواقع 87 جريمة، بينها 19 جريمة قتل عمد و13 جريمة شروع بالقتل، أفضت إلى إصابات فضلا عن جرائم سرقة وسطو مسلح واعتداء على عناصر أمن وموظفين مدنيين أثناء أداء الواجب. وفقا لتقارير لوزارة الداخلية نقلتها صحيفة العربي الجديد على مقتطفات من هذه التقارير بأن معدل الجرائم والعنف تضاعف 3 مرات مقارنة بشهر سبتمبر بحسب ضابط رفيع في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية. طبعا هو طلب عدم الكشف عن اسمه وأجرى الحديث مع هذه الصحيفة من بغداد. قال بأن معدل الجرائم والعنف تضاعف 3 مرات مقارنة بشهر سبتمبر أيلول في جنوب ووسط العراق والعاصمة بغداد، كان آخرها عملية قتل تعرض لها مواطن على يد ابن جاره الذي يعمل في أحد الفصائل المسلحة لميليشيات الحشد الشعبي، وكان السبب كما يصفه سبب تافه جدا وهو يعني خلاف بين أطفال داخل هذا الحي. يوضح الضابط بأن ردود الفعل العنيفة تطغى على أفراد الحشد الشعبي وبعضهم يطلب مضاعفة احترامه في المنطقة أو المدينة أو الحي الذي يسكن فيه من قبل الآخرين وحتى دخوله للدوائر الرسمية، ويقول هذه مشكلة بحد ذاتها. أضاف بأن يعني لدينا رجل مرور تعرض لاعتداء من قبل أحد أفراد الحشد أيضا وأصيب بعيار ناري في ساقه بعد أن حرر له مخالفة، ويقول غير صحيح ربط كل الجرائم والانتهاكات بعودة قسم منهم لكنهم ساهموا بشكل واضح بالتأكيد، هو يقول، في رفع نسب الجرائم وأحداث العنف جنوب العراق.
ينقل أحد أفراد الميليشيات وهو اسمه صفاء مجول عمره 20 عام يسكن في بلدة المشخاب إحدى المدن العراقية الجنوبية ذات الطابع العشائري معروفة. يقول بأنه قاتل قرب الفلوجة والموصل وغرب محافظة الأنبار في الرطبة والقائم، وتحدث لهذه الصحيفة عن قصص جبهات القتال التي استمرت لأكثر من 3 سنوات مع ميليشيات الحشد الشعبي عقب تشكيلها بفتوى من المرجع الديني علي السيستاني. هذا الشخص يقول تركت دراستي للالتحاق بكتائب حزب الله فرع العراق ويقضي 3 أسابيع إجازة مقابل أسبوعين يلتحق فيهما بالميليشيا المرابطة في منطقة مقابل المنفذ الحدودي التنف السوري غرب العراق. يؤكد هذا الشخص بأن الإجازة مملة وواصفا ذلك بالقول أقضي النهار على باب المنزل أو في رأس الشارع الذي أسكن فيه أو عند كما يقول العم أبو حسين صاحب الدكان. أضاف لا أخرج كثيرا عن نطاق هذه المناطق، وجلوسي في البيت أيضا يسبب مشاكل لي مع أفراد عائلتي. يتمنى هو لو أن حربا أخرى تندلع، لكنه يعود كما يقول ويستعيذ بالله من الشيطان، فالحرب كما يقول ستحصد مساكين، لكنه يعترف بنيته الذهاب إلى سوريا، فما زال هناك قتال أيضا كما يقول. يتمسك مدير مركز الشرطة، هذه أحد الأمثلة على ارتفاع نسب الجريمة، بلدة شمال محافظة ميسان، يتمسك بموقفه الذي وصفه بعض السكان بالبطولي. ما هو هذا الموقف البطولي؟ يرفض إطلاق سراح أحد أفراد ميليشيا النجباء الذي دخل في مشاجرة مع صاحب مولد كهرباء في الحي فتركه جثة هامدة مع 6 رصاصات في الرأس وفي الصدر. يقول أحد أفراد الشرطة بلهجة عراقية جنوبية: المدير زلمة أخو أخته وما يخاف، حلف يمين ما يفك من الحبس لو يجي الشيخ عبد. من هو هذا الشيخ عبد؟ الشيخ عبد هو أحد زعماء تلك الميليشيا البارزين في المدينة ذاتها، ويعني هناك كتاب موقع باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي يحذر الشرطة من التمييز في التعامل مع الجنات، وقد أدت حوادث العنف المتكررة إلى إصدار كتاب موقع باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى السلطات الأمنية في البصرة يأمر باعتقال أي شخص مهما كانت صفته أو الهوية التي يحملها، ويحذر الشرطة من التمييز في التعامل مع الجنات، ويختم بعبارة: لا أحد فوق القانون. طبعا لا أحد فوق القانون، ولكن ارتفاع هذه النسبة إلى 3 أضعاف في المحافظات الجنوبية بعد عودة نحو 60% من أفراد ميليشيات الحشد الشعبي والشهادات التي تحدثنا عنها من قبل ضباط في وزارة الداخلية وشهادات من قبل ناس هناك في المحافظات، تشير أو ترتبط بالفعل أن هذه النسبة التي ارتفعت هي بسبب عودة 60% من أفراد ميليشيات الحشد الشعبي إلى المحافظات الجنوبية وإلى العاصمة بغداد. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول ارتفاع نسب الجرائم والعنف المجتمعي في المحافظات الجنوبية. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ. بالنسبة إلى حالة ازدياد الجرائم الموجودة بالجنوب وبالوسط هذه المناطق، هذه ما تأتي اعتباطا يعني عفوية تجي مسائل عفوية، لا، جرائم بالمئات تحدث، هي هاي المشكلة. المشكلة هي الأجهزة الأمنية مشتركة بها، الشيوخ العشائر مشتركين بها، رؤساء العصابات الميليشيات الطائفية هي مشتركين بها، والأعضاء المساهمين بها هم كلهم مشتركين. واحد تقول متحلف لله، تقول الله يريد يجعل بأسهم فيما بينهم مثل إيران، شو إيران هسه جعل بأسهم فيما بينهم؟ وهذا ما كنا نأكد عليه. وهذا أبو عمر يعني هي هذه التعبير بأسهم بما بينهم غير واقعي، لأن اللي دا يسقط ناس أبرياء، يعني مثلا عركة مع أبو مولدة، يجي واحد فرد من أفراد الحشد
ويطلق عليه الرصاص ويقتله، أو مثلا شرطة مرور يسجل مخالفة على واحد من أفراد الحشد يطلع مسدسة ويضربه برجله. فيعني هذه الظاهرة يعني سببها الأول والأخير في هذا التشكيل في ميليشيات الحج الشعبي، والحكومة هي المسؤولة لأنه يرتبط بالحكومة. أستاذ بالنسبة أنت ذكرت بأسهم بينهم، يعني أنا مع احترامي للرجل قتله بالمولدة، أنا مو قصدي أهينه إلى، لكن هذا نتيجة، هذا مو سبب. السبب الحقيقي أنت لو تيجي قبل أن تتأسس هاي الميليشيات ما كان هذا الشخص يستطيع أن يقوم يحمل السلاح يقتل الناس علني، عيني عينك يقتلهم، هذا ما كان، هذا غير مهد له الطريق، هذا من التربية اللي جاي من عندها، منين اجى؟ هذا اجى من خلال عمليات القتل اللي يقومون بها بالناس الأبرياء في المناطق أهل السنة والجماعة، خلينا نكون واقعيين. فهذا الرجل قد يحسب شهيد عند الله، هذا بالمولد أنا ما استهزئ به، لكن يجعله أرد أسأل وين هم أهله؟ شيخ عشيرته وين هذا أبو المولدة؟ خلي تلحقوا له، شنو ميليشيا؟ شنو عندهم مصلحة؟ شو ما شاء الله هم كلهم عندهم مدافع وعندهم دوسكات وعندهم هاونات وعندهم أسلحة ويقتلون حركة عشائرية ما يقصرون. خلي يطلعوني مثل ما يقولوا يملخون متملخ بالشوارع كافي عادي يبطلون هالسوالف، بس هذا نتيجة، هذا نتيجة لأسباب ارتكبوها هم بمناطق أخرى. هسه هم قاعدين فارغين، هم ما متعلمين على الهدوء والسكينة وعلى الأخلاق وعلى التربية الصحيحة، التربية الوطنية، التربية الإسلامية الحقيقية. هم تعلموا على القتل وعلى السرقة والنهب، وهذا كله أخذوها من ساداتهم وكبرائهم، ما جت اعتباطا. علموهم شون تقتل، حلال عليك أن تقتل هذا المواطن المسلم من أهل السنة وجماعة، قتل حلال، سرقة أموال حلال، هدم المساجد حلال، كل شيء عندهم حلال. هذا لازم نذكر احنا على قناة الرافدين، لازم نأكد عليه انه هذا من اقول لك الله يجعل بأس فيما بينهم، هذا الرجل قد يكون شيء، لكن القصد شنو هو؟ هو يريد يوصلهم الى مرحلة، يعني احنا عدنا انتم قناة الرافدين طلعت مئات الصور على تفجير المساجد وهذا، يا سبحان الله. قلت لك يعني انا ذكرت مئة مرة ذاكرة على قناتكم، وسيعلم الذين ظلموا عفوا اي منقلب يطلبون. جيل انت تفجير المساجد وهاي البيوت، الله سبحانه وتعالى شوف منهم وبيهم سخرهم الله سبحانه وتعالى، هاي الحوزات المجوسيه الشيطانيه اللي تشرك بالله يعني مين استمد هذه القوه؟ مين استمد ابو عمر انت برايك مين استمد كل هذه القوه حتى فرد من افراد الحشد؟ يعني عنصر بسيط بانه يتبختر على الناس، يتبختر على الناس، وعندما يدخل الى دائره رسمية يريد يمشي معاملته، وأنه لازم يعامل من قبل المنطقة والشارع بأنه يعني كأنه مسؤول مثلا، وأي واحد يزعله يجر مسدسة ويضربه. منين جت هاي القوة؟ هو السيادة لقائد الميليشيا، شوف هذا منه قائد الميليشيا مالته، رئيس الميليشيا، رئيس العصابة، قال له أنت لك مطلق حرية ومطلق الصراحة، تقدر أكبر واحد بالجيش بالشرطة تقدر تحاسبه، وثانيا هو الجيش فاسد والشرطة فاسدة، كل الأجهزة الأمنية، فهي الدولة فاسدة، هم دول فاسدين. أنت هذه التصريحات اللي يقومون بها بين فترة وفترة أستاذ، هذا كله كذب، ضحك على ذقون العالم، تقديرهم لا أكثر ولا أقل. والله حيدر راح يسوي فلان شيء، والله حيدر راح يسوي فلان شيء، والله قال فلان شيء وقال فلان شيء، وين الفعل؟ ماكو فعل، كل شيء ماكو، بس هي بيها يوم أسود. هذا اليوم الأسود مثل ما يجري بإيران إن شاء الله هم راح يصير برأسهم واحد واحد رب العالمين، وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، والله ينقتل كل واحد قتل بدون سبب. جين إلى يوم أسود، والله العظيم، والله المحرض والقاتل كلهم. أبو عمر من السليمانية، هناك رسالة في الواتساب من أبو عارف من بابل يقول: نتيجة طبيعية، من تعود على القتل والنهب والسرقة دون قانون يقيد عمله يصبح قاتل لا يتوقع أن يخضع للمحاسبة، وبعد انتهاء المعارك ونسب الانتصارات له دون القوى الرسمية التي شاركت بالمعارك أكيد يقول سيقتل وينهب دون رادع، لأن هناك من هو فوق القانون ولديه حصانة أكثر من الضباط في الجيش وفي الشرطة. طبعا هيئة الحشد الشعبي وهي التسمية الرسمية التي أطلقتها حكومة حيدر العبادي بعد
تشريع البرلمان نهاية العام 2016 قانونا لتلك الميليشيات، واعتبرته تشكيلا عسكريا مستقلا بكيانه ومرتبطا برئيس الوزراء، بوضع جدول مناوبات لأفراد الميليشيات عادة ما تكون يعني الإجازات طويلة، وهو ما لم يكن يحصل خلال السنوات الماضية. فالقتال طبعا انتهى، وفقا لعضو ميليشيا سرايا عاشوراء حسن الفتلاوي يقول الذي اعتبر أن طريقة مكافأتهم محل خلاف بين أفراد الحشد أنفسهم، فمنهم من يفضل البقاء على صفته كعنصر بالحشد بلا ضوابط عسكرية ولا قيود أو مهام محددة، ومنهم من يجد أن انتقاله إلى الجيش أفضل ويتابع. لم يذهب أحد لبيته، لكن الموضوع أن الإجازات الشهرية صارت طويلة جدا. ونعم يقول الطابع العنيف نقلناه معنا إلى مناطقنا لكن بنسب متفاوتة كما يقول. ويشير آخر إحصاء للميليشيات المنضوية تحت ما يعرف بالحشد إلى وجود 69 فصيلا بمجموع مقاتلين يبلغ ب 113 ألف مقاتل، من بينهم ما لا يقل عن 9000 يدعمون نظام بشار الأسد في سوريا. 9000 من ميليشيات الحشد الشعبي يدعمون بشار الأسد في سوريا بحسب مصادر رفيعة من داخل هيئة الحشد الشعبي الذي أو التي يشرف عليها فالح الفياض، والذي يحمل أيضا صفة مستشار الأمن الوطني في مجلس الوزراء وأحد الأصدقاء المقربين من بشار الأسد. معنا اتصال أبو مصطفى من الموصل، تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ العزيز، كل إنسان يظلم لابد أن ينال ظلمه، وذلك لما كشفت أيدي الناس. هذا كل إنسان يظلم إلا يجي يوم يظلم وبأيديهم هم من هو السكوت على الظالم جريمة كبرى، جريمة كبرى كبرى. واليوم هم اللي سكتوا، واليوم اللي يعاقبهم من اللي يعاقب نفسه هو المجرم اللي سكتوا عليه. فهذا ما فعلوا وما أرادوا، واليوم الظلم يقع عليهم. لا صدق، كل شبر من العراق سوف يقع عليه الظلم، لأنه كل العراق أصبحوا كلهم يرتشون ويعملوا عمال الموجن إلا القليل إلا ما رحم ربي. فالآن ما زكي نفسي على أهل الجنوب ولا أهل الشمال ولا الأكراد ولا العرب. أنا أقول لك كنا أمام رب العالمين مذنبين، ولهذا الله سبحانه وتعالى يعاقبنا محافظة محافظة، بقعة بقعة، قوم قوم. هذه الجرائم اللي تعمل اليوم في الجنوب هي سبب سكوت أهل الجنوب عن الظلم اللي وقع على أخوانهم في الشمال وغير الشمال. وإحنا اليوم كنا مؤمنين مسلمين نؤمن بالله هو الواحد الواحد على أحد. ليش نقبل بالظلم يا أخي؟ ليش؟ ما كان حتى الكافر إن كان ما بضرك، إحنا مهذا ديننا الإسلامي اللي يقصوا أو يفرض علينا هذا الشيء. ليش كل هالظلم؟ نعم. هذا كل سبب يدينا، كل سبب أعمالنا إحنا. نعم. اسمعني أستاذ. أسمعك أبو مصطفى. زين أبو مصطفى اليوم شوف. نعم نعم، يعني معروف أنه هناك دائما ما تحدث مشاكل عشائرية في المحافظات الجنوبية وتتخللها طبعا، يعني نعم. تصل إلى حد الصدام بأسلحة خفيفة ومتوسطة. زين هذا من يجي مثلا عنصر من ميليشيا معينة يقتل فرد من عشيرة معينة، هذا راح يزيد نعم. يزيد المشاكل في المحافظات الجنوبية. أي صواب. نعم. زين وين الحكومة؟ الحكومة وينها من كل هذا الأمر؟ إذا ما تقدر تسيطر على فرد هو منتمي إلى أجهزتها الأمنية كما تقول. أستاذ العزيز، هي الحكومة هي مجرد عصابات، فالعصابة ما يخدمها الأمن يستفيد ويكون رخاء في البلد، لأنه المجرم هو أصله سلاب، أصله حرامي، أصله قتال. إحنا كثير من أهل الجنوب اللي يزورونا نستعملهم يقولون هناك مكاسب للإيرانيين ولليهود موجودة في الجنوب، في شغلها كله فتن العشائر، يعني هذه موجودة لكن أكثر الناس البقرة ما يدرون بها. هاي المكاتب بتسميات أخرى، لكن هي فتحة على مود الفتن.
هي هذه موجودة من زمان، احنا قلناها والناس لا تقول الصيح، لكن عشان ليش تتعاركون؟ ليش ما يصحون على انفسهم؟ يا اخي عفو الله ما سلفت، يعني اليوم قتلتني يا اخي، اعطيك من اجل ان ادحر هذا الاستعمار الغاشم النجس الذي استوطن في بلدنا، واحنا بلدنا متابعين نفطنا وخيراتنا كلها للجنة. ليش ما تحسن انفسها؟ اذا انا شجاع اعوف اعوف اخوي يا عيال، تعال يا ابو خلف صالح حتى ادمر المقابل وابني بلد من جديد. نبقى على الوضعية هو ما استفادوا على خطرائنا. نعم ابو مصطفى من الموصل كان معنا، شكرا لك. معنا شوال من بغداد، تفضل شوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك وليك الله. كانت الرافدين الفضائيه، وتحيه خاصه الى الاخ مصطفى الملا. اذا التلفزيون يمك اخ شوال، اذا التلفزيون يمك بس يعني نص التلفزيون الله يخليك، لأن يعني الصوت ده يصير يعني يكون مو واضح. ايه تمام. لا لا ان شاء الله استنى مو يا التلفزيون. تفضل. الحقيقه يعني اتابع الموضوع بدقه جدا. نعم. لكن كلام واحد، الاخوان كلهم يلعبون خوش تعبير ما شاء الله ومحروق قلوبهم. الله سبحانه وتعالى غافل عما يعملون الظالمون؟ الجواب لا، الله سبحانه ليس غافل. الان الوضع في العراق تهزهز لأبعد الحد ما حد يتوقعه. الحكومة هزت كثير بالأمور، انهزت لأنه الشرارة انطلقت من إيران، واليوم كلهم خايفين ومتهيئين إلى شغلات أخرى ما راح نحكي بها هسه. لكن هذه بسأل الحكومة العراقية وبها رئيس وزراء والجمهورية والبرلمان، هل أنتم موافقين بهذا العمل الذي تقوم به الميليشيات أم لا؟ لا موافقين، نعم موافقين، وهم مطلين الضوء الأخضر لهم، وهم ينطوهم يعني ما يتوقعون. نعم. احتلوا العلماء، أكثر العلماء في العراق، وقادة الجيش، الطيارين العراقيين، لكن سبحان الله تعالى شوفوا شو سووا بيهم، شوفوا انتظروا الهزيمة هذا الشهر المقبل إن شاء الله، أو المقبل علينا الثاني إن شاء الله، شوفوا الهزيمة بالشوارع ما حصير يركض ويختل منا ومنا، يريد يخلص نفسه ويخلص عائلته. فالله سبحانه وتعالى جلت قدرته، شوفوا يا اخوان وانتظروا وانتظروا وشوفوا فجاه الله سبحانه وتعالى. نعم. على الاسلام وليس على العراق. زين شوال، يعني دائما دائما ما يتحدث رئيس الوزراء والمسؤولين يقول لك هاي تصرفات فرديه ما تمثل مثلا لا الحشيد ولا الاجهزه الامنيه ولا الجيش. لا اخي العزيز، لا اخي العزيز، هو منتسب الى جهه، اكو قانون، ما طالما اكو قانون اكو فلسفه حكيتيها هاي الشهاده عن بزمن التسعينات ابن حمود اللي هو سكرتير صدام حسين اللي هو يهز العالم، هزه صدام حسين رحمه الله، ابنه ضرب واحد نفسي حمود اخذ بيده وسلمه للشرطه. اخي هذا القانون الصحيح. الان قانون ماكو عزيزي، قانون ماكو يقتل ويبوق كل كيفه، والدوله هي تغطي عليه، ما حد يقدر يحكي وياه. ميليشيات مدعومه من ايران، كلكم تعرفون وكل نعرف، وعالي من داخل بغداد، اتحدث وياك من داخل بغداد، تعرفون شكو بغداد دير، كل المعلومات اللي بغداد انهار كله من الساعه 7 صباحا الى الساعه 9 بالعشره بالليل، يلا عود الى البيت ونشوف شكو ماكو بغداد زين. نعم. فكلهم هم مساندينهم اخي العزيز، لكن ما بقى لهم شيء، 30 يوم 35 يوم 40 يوم 60 يوم بالزايد، روحوا شو شقوا. نعم. هذا وبالمناسبه طبعا انا اشكرك جدا اخي العزيز، الى هم كان تليفون مال مصطفى الملا، كان تليفون مال مصطفى الملا، بس احكي وياه بموضوع خاص الى هم عند حضرتك. نعم. خلاص الأخوان بالكنترول. شكرا عزيزي وشكرا لجميع شكرا الأخوان المهديين. شكرا لك، شكرا لك.
يقول نجاح العبيدي حول هذا الموضوع، يقول ضعف الدولة الشديد وعدم تمكنها من حصر السلاح بيد الدولة وانتماءات هذه الميليشيات الطائفية الخارجية جعلهم يشعرون بالغرور والقوة بأنهم فوق الجميع شعبا وحكومة. في رسالة أخرى من أبو محمد لفيل يقول السلام عليكم، يقول إن الجرائم عامة كثرت بعد الاحتلال، لكن بعد احتلال الموصل أصبحت لا تطاق لكثرة الميليشيات أو لكثرة الميليشيات، المشكلة من قبل بعض السياسيين المرتبطين بما يسمونهم بالأولياء الذين يستلمون أوامرهم من وراء الحدود. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك عمر؟ حياك الله، أهلا وسهلا بك. تحية لك يا عمر، تحية لقناة أخبار الدين. أهلا بك. وتحية لكادر القناة، وتحية للمتصلين خصوصا أبو عمر وهذه اتصلوا من الأنبار الحبيبة ومن كل أراضي شريف وعربي، تحية لك. نعم تفضل. احنا يقول نستغرب ان الشعب العراقي ما يتحرك، الحين الشعب الايراني تحرك وطاح بهذا، نعتبره منتهي النظام الايراني، ولايه الفقيه مع الخرافات مفاتيح الدم صاروا يعطونه بالقنادل. بس انت عندك الشعب العراقي شعب عريق، يعني بكل طوائفه مع احترامي له، يعني لم يتحرك، يعني ينتظر، يعني ينتظر، ينتظرون حجر العبادي يبطل، ولكم هم دجالين كلهم أخص من الخميني، هم أبناء الخميني، يعني المفروض الشعب العراقي بيوم واحد ما يخلي حجر العبادي يقود البلد مرة، من المعيب يقود واحد فاسد زي هذا المجرم. وتحية لك. حياك الله أبو فيصل من عمان. معنا اتصال أبو أيمن من عمان. أبو أيمن من عمان، يعني تزايد نسب الجرائم والعنف في المحافظات الجنوبية مع عودة 60% من أفراد ميليشيات الحج الشعبي إلى مناطقهم. سيدي هذا سؤالك بحكي عن طبيعة البشرية. خلينا أخذها من ناحية علمية وأبدأ من الشاب العراقي من البصرة اللي عمره 20 سنة واللي صار له 3 سنوات بقاتل مع الحج الشعبي. أي شخص بلش يشوف الدم بصير يشتهي رائحة الدم، بمعنى آخر اللي قتل مرة بصير عنده القتل زي شهوة، فعلا زي شهوة، شهوته للمال، شهوته للأكل، شهوته للشرب، شهوته لكذا كذا، وشهوته للقتل، وشوفت ونشوف الدم بتصير. هاي الطبيعة الإنسانية، هاي النفسية الإنسانية. بس في لي حق عرب عندك، خليني أطلب منك على الشاشة في متصل بتقولوا عنه الأخ نجاح العبيدي، عمي والله صار لها مرتي 38 سنة. كيف؟ كافي عهد نجاح العبيدي. لا هو أرسل رسالة يعني باسم نجاح العبيدي. رسالة بتقول دائما الأخ مشان الله مرتي صار لها 38 سنة. هاي مزحة بينه وبينك. نعم نعم. نرجع مرة ثانية لموضوع القانون. عمي القانون بالعراق مو القانون اللي بنعرفه إحنا اللي مكتوب ويطبق على الناس. القانون اللي بيلعب بالعراق هو الآلة الموسيقية اللي بتكون ضمن الجولة الموسيقية وبتقود الأوركسترا تبع الموسيقى، هذا هو القانون. العبادة بعزف على وتر، أكس من الناس على وتر الثاني، والبقية الحشد والجيش وإلى آخره كلاتهم راقصون على هذا الوتر. فما تلوم الناس البسيطة، المشكلة بالرأس الكبيرة. نعم. الرأس الكبيرة اللي هي قاعدة بالمنطقة الخضراء، قاعدة بالمنطقة الخضراء بس تدق القانون مشان ترقص الحشد الشعبي وترقص الجيش والشرطة، وهذول كلياتهم ما بيختلفوا عن بعض بالمناسبة، كلياتهم مجندين لمصلحة النظام الحالي. برجع وبقول القانون اللي بحكم بالعراق هو القانون الآلة الموسيقية، مش القانون اللي بحطه الإنسان أو اللي حطه ربنا للحكم بين الناس. أي سؤال عندك؟ أبو أيمن من عمان، شكرا شكرا لك. أعزائي المشاهدين، نأخذ هذا الفاصل ونعود لاستكمال موضوع هذه الحلقة.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نريد أن نتحدث في هذا الجزء حول مدينة الطارمية وآخر التقارير المحلية الصادرة من المدينة تشير إلى هروب أكثر من 5,000 عائلة، أكثر من 5,000 عائلة منها خلال عام 2017 بسبب حملات الاعتقالات العشوائية وعمليات القتل والخطف وجرف وتجريف البساتين والمنازل الريفية من قبل القوات الحكومية وميليشيات الحشد الشعبي. طبعا تصدرت الطارمية أخيرا بحسب تقارير مناطق العاصمة كأعلى المناطق عثورا على الجثث فيها. هناك الكثير من الجثث مجهولة الهوية في مدينة الطارمية والتي عادة ما توصف بالمجهولة رغم أن أصحابها معروفون وهم من سكان المنطقة ذاتها. طبعا مدينة الطارمية لم يتم السيطرة عليها من قبل تنظيم داعش عندما اجتاح المدن العراقية الشمالية والغربية وأطراف من بغداد، إلا أنها ما زالت تعاني وضعا إنسانيا مزريا وفقا لمسؤول مركز الرصد الحقوقي في بغداد طلال المشهداني الذي كشف عن موجات نزوح للسكان غير معلنة بفعل الاستهداف المتكرر للمدينة من قبل الجيش والحشد. المشهداني أكد بأن السبب وراء استهداف المدينة هو السبب ذاته في استهداف مدينة المحمودية جنوبي بغداد في الجانب الثاني من العاصمة بغداد، فهناك ما يبدو كما يقول نوايا تغيير ديموغرافي جديدة تستهدف المدينتين بسبب وقوعهما على الطريق المفضي إلى العتبات المقدسة جنوب العراق وفي سمراء. وأوضح بأن أكثر من 5,000 عائلة غادرت الطارمية خلال عام 2017 خوفا على أبنائها من الاعتقال والقتل، كما تم تجريف أكثر من 900 دونم زراعي وإحراق 369 بستان وتم تجريف عشرات المنازل. القوات الحكومية نفت في الطارمية نفذت خلال العام الماضي عام 2017 21 عملية عسكرية معلنة بمشاركة ميليشيات الحشد، كان آخرها ما أطلق عليه السيل الجارف لأن عمليات الدهم والتفتيش والاعتقال مستمرة ولم تتوقف، وما هذا ما يدفع السكان إلى الجزم بأنهم مستهدفون طائفيا لأن المدينة لم تسجل أي هجمات إرهابية منذ عدة أشهر. مدينة الطارمية كما هو معروف تقع في الضاحية الشمالية للعاصمة بغداد وتعتبر سلتها الغذائية وتقع على بعد 25 كيلومتر من مركز العاصمة بغداد، وهي إحدى الأقضية الستة التي تحيط بالعاصمة بغداد وتعرف حاليا بمناطق حزام بغداد. تربط العاصمة مدينة الطارمية تربط العاصمة بمحافظات صلاح الدين وديالة والأنبار في طرفها الغربي. عدد سكانها يصل إلى نحو 91,000 نسمة، مساحتها 300 كيلومتر، يقطنها خليط من عشائر عدة أبرزها المشاهدة وعبيد وشمر وبنو أسد وردليم والسلمان. طبعا المهنة الرئيسية في هذه المدينة معروف هي الزراعة، كانت تعرف قديما في العصر العثماني باسم ريف بغداد إلا أنها يعني سميت بالطارمية اشتقاقا من الكلمة التركية طغارمية ومعناها الأرض الخصبة ذات الإنتاج المضاعف. هذه يعني معلومة ربما تكون خارج إطار الموضوع ولكن متصلة بتسمية هذه المدينة. طبعا مسؤولون في الشرطة المحلية قالوا بأن رجل في العقد الثالث من العمر، طبعا هذا الأمر حدث تقريبا قبل أقل من أسبوعين، قالوا بأن رجلا في العقد الثالث من العمر عثر على جثة مرمية على حافة نهر دجلة وعليها آثار تعذيب. أكدوا بأنه كان قد اعتقل قبل أيام من قبل قوة ترتدي زيا يشبه زي الجيش كما يقولون بعد أن اقتحمت منزله ليلا، ويرجح أن تكون هذه القوة تابعة للحشد الشعبي. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. تحية لحضرتك والقناة الرافدين. حياك الله يا أهلا بك. أستاذ عمر، بخصوص حوادث العنف اللي تجري بالعراق. نعم. طبعا هي بالتأكيد سببها ضعف الحكومة.
وانتشار المخدرات اللي أكثرها دا تدخل عن طريق إيران، انتشار البطالة. هاي الحكومة اللي سمحت بانتشار الميليشيا، وكلنا نعرف بأن أكثر عناصر الميليشيات هم، مع احتراماتي لحضرتك للمشاهدين، هم من أرض للناس. فساد الأجهزة الأمنية طبعا، الجرائم اللي دا تحدث من قتل واغتصاب وسرقات وتعاطي مخدرات، نلاحظ ضباط الشرطة حتى يساوموهم بدفع رشاوي ويغلقون هاي القضية. طيب احنا نريد نعرف وين اجراءات الابادي بحصر السلاح بايد الدولة. فتوى السيستاني بتشكيل الحشيد والله العظيم هي اللي دمرت البلد. يعني المعارك اللي ويا داعش انتهت، طيب ليش باقي الميليشيات لو ما اكو مصلحة للحكومة بقاها؟ كثير من مناطق بغداد استاذ عمر عناصر الميليشيات هي مسيطرة عليها، للأجهزة الأمنية تقدر تحشي وياهم ولا تحاسبهم، ولا أي مسؤول بالدولة يقدر يحشي وياهم. وتحدى العبادي والله تحدى إذا يحاسب واحد بس واحد من قادة الميليشيات. نعم يعني هو رجل اعترف صراحة لما صار الحديث عن جرف الصخر، قال يعني نعم الحكومة غير قادرة على إعادة بعض النازحين إلى مناطقهم بسبب يعني تعنت جهات أخرى ورفضها لعودة النازحين. الرجل قالها صراحة. هو بالتأكيد أستاذ عمر، يعني هو بقاء الحكومة هسه هو مرهون ببقاء الميليشيات. نعم. منو كان يقدر بزمن صدام حسين يطلق رصاصة واحدة؟ أي مواطن يطلق رصاصة خلال ساعة واحدة بس ساعة واحدة يأخذ جزاءة ويأخذوه ويتحاسب. نعم. حكومة هي اللي دمرت البلد. يعني أنا شخصيا والله العظيم أستاذ عمر كنت من أطلع الصبح ببغداد وأصعد بالسيارة أشوف بعيني الموظفين والموظفات من يطلعون للدوام وهم قاعدين بالسيارة لسانهم بس يدعي رب العالمين أن يرجعهم بالسلامة لأهلهم. يعني هذا 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 فقدان للأمن. يعني المواطن ما نأمن على نفسه من يطلع ومن يرجع لبيته. نعم. يعني بس أريد نعرف شلون الميليشيا هيك يعاملوهم معاملة. إذا شخص بدرجة وزير داخلية ويروح يزور قائد ميليشيا بمكتبه وهو يعرف بأنه هذا الشخص وميليشياته اسطول وتجول وتخطف وتعتقل وتقتل بعباد الله، يعني شلون يردون يحاربون الميليشيا وحصر السلاح بإيد الدولة، وشلون يروحون يزوروهم بمكاتبهم ومؤيديهم على كل اللي دا يسووه؟ نعم. بعدين شغلات العشائر، يعني بس أريد أفتهم هاي العشائر منين دا تجيب هالأسلحة؟ هاي النزاعات اللي دا تصير ودا نشوفها احنا على شاشات التلفزة، يعني دا نشوفها، يعني هاي الأسلحة منين دا يجيبوها أستاذ عمر؟ يعني ما معقولة. أنا شخصيا والله العظيم أستاذ عمر، يعني سوق السلاح مفتوح، يعني سوق مريدي وكذا مفتوح. طيب وين إجراءات الدولة؟ نعم. إجراءات الدولة وينها؟ يعني أنا شخصيا يعني شفت بعيني صار نزاع عشائري بين عشيرتين بمنطقتنا بوقت نعم زمان صدام حسين. والله العظيم أستاذ عمر شخص واحد وأذكره بالاسم، أذكره بالاسم اللي هو دز صدام حسين بوقت هالمنطقتنا اللي هو في عياد فتيح الراوي، ويا بس خمس أشخاص أجوا لمنطقتنا خلال ساعات انتهى النزاع، واللي كانوا معتدين واللي كانوا مأذين هالعشيرة هاي اعتقلوهم وراحوا وانتهت الشغلة. نعم. وين ذاك الزمن ووين احنا بهذا الزمن اللي انتشرت به كل هالشغلات هاي التعبانه اللي دمرت البلد؟ نعم. ابو ناصر من تركيا كان معنا اتصال. مهند من الطارميه. مهند احنا نتحدث عن موضوع الطارميه وهناك نزوح اكثر من 5000 عائله، انت من الطارميه بالله شنو الوضع يمك؟ نعم احييك واحيي قناتكم واحيي قناه الرافدين. حياك الله يا اهلا. احنا اللي علينا لواء 22 تعرفونه انتم، يعني مهند. لواء 22 مهند. نعم بس اترك لي التلفزيون. نعم. الله يخليك. ها نعم يقاطع. اترك لي التلفزيون حتى صوتك واضح يكون وفكرتك توصل. نعم 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 نعم. احنا علينا لواء 22. نعم. بس لواء 22 كل جندي هو احنا نعتبره امر لواء، كل جندي نعتبره امر لواء، اعتقالات عشوائيه، قتل يقتلون ويقول لك والله هذا شنو احنا قتلنا ارهابي، هو مو ارهابي بس هم بلغتهم يسمونه ارهابي. الطارميه اخويا خلت ما بقى بها احد، احنا هسه ولدنا تروح
كل 15 يوم كل 20 يوم يجون ينطوننا مصرف ورجعوا. الطارمية خلت تهجرت ما بقى بها إلا القليلين. هذا وضع الطارمية. الطارمية بها يعني أتصور هسه يقول لك بها إرهابيين كذب، كل إرهابيين ما بها. يعني أتصور يجون الجيش والله بالليل أكو مناطقنا ناس تبيع محرمات تكرمون عرق وبيرة وغيره، يجون دق يعني يجون متهين يدق هذا الباب والله فتشه شنو ده، يقول هذا بالعرق ده يشترون من عنده. فأخويا احنا صار لنا سنتين ثلاثة نحكي شنو الفايدة، ليش اكو دولة تحاسبهم؟ امريكا تحاسبهم، غير دولة تحاسبهم، ما حد يحاسبهم. هذا افترسوا علينا بعد هذا واسلحة عندهم، وبعد احنا كل شيء ما نقدر نسوي لهم. احنا جردونا من الاسلحة، ما بقى عندنا مسدس، ما بقى عندنا. نعم زين، الزرع بهذه المنطقة الزراعية المهمة يعني مصالح الناس رزقهم يا أخي. هو لا هو الزرع يشوفون الفلاح راح ديسكي هدمة ياس راح ديسكي ضربوه كتلوه كانوا هذا إرهابي، وراها خوف ما يكتلون خطيئة وجوا جرفوا البستان ماله. هي هاي الصيغة مالتهم. نعم يعني هاي مو جديدة، هي من بدأت الأحداث احنا نحكي بيها، ولحد الآن ما شفنا دولة ساعدتنا، ما شفنا دولة وقفتنا، ما شفنا أي واحد قال والله هذولا يعني مستعدين ودسوا بهم الجيش الشكل. ماكو، هم الحق وياهم. شيدوا يعني أسا عندهم أبصر شيء، إذا مشوا بالطارمية وشافوا فد رجل كبير رأسا نجوا عليه دامه ضربوه بالعصي وضربوه وهانوا وعافوا وراحوا. الجهاز كنت تضحك عليه خطيئة. هي هاي وضعتنا يا أخي، يعني وضعتنا زين. زين مهند، يعني النائب عن الطارمية أحمد المشهداني يقول إن النهج الذي كان مطبقاً على المدينة منذ حكومة نور المالكي يجب أن يتوقف. هو يقول اليوم انتهينا من صفحة داعش، ويجب أن ينتهي كل شيء معها من حملات اعتقال منظمة أو عشوائية، ومن جرائم القتل والتصفية والجثث المجهولة. مع الأسف يقول هو الكثير من الذين تم خطفهم في وقت سابق وجدوا جثث مرمية. نعم والله يا أخي أحمد المشلان الرجال يحكي وما مقصر، بس ما يقدر على شيء. مش يقدرون ليش أحمد المشلان من يجي هنا؟ ليش الجيش يحترمه؟ سيطرات تحترمه؟ ترى هذا حكي بس بالتلفزيون، ولو الرجال والله وطني وشوفه يدافع للطارمية، بس ما يقدر على شيء. ما يقدر، دولة مسترجلين، دولة يعني نزمولهم ملية، وهي يعني هي ولية الجبان من الزمن. حتى أبانا وجدادنا كانت تقول يا بدير بايكم من ولية الجبان، فهي هاي ولية ما جبنا يا أخي. لو ما جبنا ما يسوون إيش؟ إحنا إسرائيليين جايينهم، منين جايينهم إحنا؟ شنو هدفهم؟ برأيك أنت من الطارمية شنو هدفهم؟ نعم. من هذا التهجير وهذا يعني القتل وتجريف البساتين؟ والله 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 وكل كلمة أقول عليها والله، هدفهم طائفي وضامين ذقن السنة لا أكثر ولا أقل. وإلا السنة شيء شو مسوية؟ السنة بالعكس، السنة هي لازم العراق كانت. يعني هما ما يستحون من السنة، مثلا صدام كان يحكم أو غير صدام، كانت النملة تخاف تمشي على الحدود، وهسه خلونا مضحكة للدول. عمي ذولا ايش تحكي عليهم؟ نعم. قليل بحقهم، لأنه ناس يعني حاش الشيعة الشيعة الفرس، يعني ذولا باطلين غيره، ولا لو ما باطلين غيره كان قالوا ذولا السنة احنا شو مسوي لهم؟ نعم. ليش هالشكل ده نسوي بيهم؟ ليش هالشكل ده نساعد عوائلهم؟ يجي لفندي يطب البيت يشوف له واحدة تسوى وتسوى ابوه وتسوى عشيرته، يقولها والله انت شو اسمك؟ انت منين؟ شو انا شي مرة ما شافك؟ يا اخي اللي يسوون انا رجان. نعم. يعني من احكي انفعل. فالله كريم ان شاء الله، الله يفرج عنكم الله يفرج عنكم. اشكرك عيني، حياك الله. ابو ياسين بغداد، تفضل ابو ياسين. تحياتي لك اخوي على قناه حياك الله. اخي هو التعريف بيد نفسه، احنا نقول هذه الحكومه ما غزر بهم في العراق، جاي ياكلون ويشربون بالعراق وفوقها فلشوا كل المحافظات. فهو التاريخ يعيد نفسه، يعني هو الخميني الدجال مو ظل بالعراق 14 سنة من الستينات لحد 75، وكان خاتل بالعراق من الشاه، والعراق وفرت له حماية ومعزز مكرم تالي من صار رئيس لإيران، عفوا من خلته أمريكا وفرنسا وإسرائيل حاكم لإيران،
يعني قام يشتم ويروح السفاره العراقيه اللي بلبنان وفلشوها. فاخي هو ها هو شتم بالرئيس صدام حسين، هو ظل عندنا كل بنسمع السنه علي حمايه وقام يشتم بالرئيس. وهذا العراق على الحرب لان كان مسيطر امريكا وفرنسا واسرائيل وراه. فاخي هؤلاء احفاد الخميني، هؤلاء حافدين، ترى هم بس الجنسيه عراقيين، هم عجم. فما ما يعني ما لا لا دم عينهم لا زاد ولا ملي ولا مجدنا والفرات، ناس همج مو مال حكوم وهوايه عليهم حرات مدارس. زين يعني هو سؤال يطرح ابو ياسين، زين انت من تجي افترض ما انت تقول هذا ارهابي اللي قتلته، طبعا اعتقلوه والمفروض ياخذوه مثلا تحقيق وقضاء والى اخره اذا عليه تهمه. ثاني يوم ورا يوم ثلاثه يلقوه جثه مرميه على النهر بالبستان. زين البستان شو العلاقه من تجي انت تجرفه والاراضي الزراعيه؟ اخي نعم، لما يجي يجرف البساتين والاراضي الزراعيه شو لها علاقه بالموضوع؟ اخي هو هذا هدفهم، هذا هدفهم من زمان من السبعينات على اساس هم هيك يسوون بينا. هم هسه اللي يزرع يكتلونه، اللي يسوي له مصنع يكتلونه، اللي يبلط له شارع يكتلونه. اخي هم هدفهم تفليش العراق وتفتيت النسيج، وشك واحد هسه يحكي بالوطنيه يكتلونه. هسه يعني شفت ان الاحتلال اللي هسه الرتب كلها دمج، اللي وطني شو يخلون؟ يخلون واحد عليه دمج رتبته على مرتبته على مود يذله. نعم. يقول لك هذا ينزل ينزل على مود ينزل. اخي هم هذا هدفهم. نعم. لان هم من حكمه صدامتين على قضيه البديل، يعني هو سوى كل رئيس دوله. نعم. ناس مخربين وحسنا في حاله حرب، بس اسمع لي احنا سنا في حاله حرب، كل رئيس دوله وطني يسوي. زين انتم جاي تحاسبون على كم نخله وقعها وعلى ناس ارهابيه وغاه. نعم. انتم سويتوا؟ يعني هو منطقه صغيره اسمها الدجيل، ناس مخربين بيها وقتلهم. ابو ياسين كل العراق. نعم ابو ياسين للاسف يعني انتهى وقت البرنامج. شكرا ابو ياسين من بغداد. نقرا رساله واتساب، يقول ابو حسام النعيمي من بغداد، يقول استاذ عمر لا استقرار للعراق بدون ازاحه الحكومه الطائفيه التي دمرت البلد، حكومه يتحكم بها اصحاب العمائم وكلهم مجرمين وفاسدين، على الشعب ان يقوم بثوره ضد هذه الحكومه وارجاع هيبه الدوله والمواطن. في رساله اخرى يقول موضوع الطارميه، فهدف الميليشيات هو تغيير شكل المناطق في حزام بغداد بداعي محاربة الإرهاب، وستستمر لغاية تغيير المنطقة بالقتل والاعتقال والتجريف وتفجير المنازل لحمل سكانها على الهرب منها إلى مناطق أكثر أمنا. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.